حقيقة ارتباط كيم كارداشيان بنجم كرة قدم أصغر منها ب 12 سنة. في الفترة الأخيرة ترددت أخبار كتيرة بتقول إن نجم التلفزيون الواقع كيم كارداشيان دخلت في علاقة عاطفية جديدة. وقالت التقارير إن الشخص اللي دخلت معاه كيم كارداشيان صاحبة الـ 42 سنة هو نجم كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور صاحب الـ 30 سنة، وما همهاش فرق السن الكبير اللي ما بينهم وإنه أصغر منها بـ 12 سنة. والتقارير دي كانت مبنية على معلومات بتأكد إن حصل لقاءات متكررة بين كيم كارداشيان وأوديل بيكهام جونيور رصدها الجمهور. اللقاءات دي كانت بتحصل بعد انفصال أوديل بيكهام جونيور عن حبيبته السابقة لورين وود خلال الأسابيع الأخيرة. من ناحية تانية، في مصادر قريبة من كيم كارداشيان نفت الأخبار دي وأكدوا إن العلاقة اللي بتجمع كيم وأوديل ما هي إلا علاقة صداقة فقط، وفعلا حصل لقاءات ما بينهم بس ما كانوش خارجين فيها لوحدهم، ده بيكون معاهم أصدقاء مشتركين. بس لو رجعنا بالذاكرة هنلاقي إن العلاقة بين أوديل بيكهام وكيم كارداشيان قديمة شوية، وده سببه إن عارضة الأزياء كيندال جينر أخت كيم كان ليها صلة مع أوديل بسبب تعاونهم سوا في العلامة التجارية مول، وهي علامة تجارية متخصصة في منتجات تبييض الأسنان. تعالوا كده نعرف لو كارداشيان اتجوزت أوديل بيكهام هيكون الزواج رقم كام في حياتها. كيم كارداشيان اتجوزت قبل كده 3 مرات، كانت المرة الأولى من المنتج الموسيقي دامون توماس عام 2000 ولكن انفصلوا بعد 4 سنين. اتجوزت كيم كارداشيان بعد كده من لاعب كرة السلة كريس هامفيرز في أغسطس 2011. كيم عملت وقتها فرح أسطوري وكان العالم كله بيتكلم عنه، لكن بسرعة جدا انفصلوا عن بعض وتم الطلاق ما بينهم في 31 أكتوبر 2011، يعني مدة قصيرة قوي من جوازهم اللي استمر 72 يوم بس. بعد كام سنة اتجوزت كيم كارداشيان من مغني الراب كاني ويست، وده حصل بعد كام سنة من صحبيتهم سوا بعد ما خلفوا طفلتهم الأولى نورث، ودي كانت الجوازة اللي كيم بتقول إنها كانت أكتر جوازة حقيقية حصلت ليها، لكنهم اتطلقوا بعد حوالي 7 سنين جواز بسبب الخلافات اللي حصلت ما بينهم. واتهم كاني ويست وقتها طليقته ووالدتها كريس جينيفر بأنهم بيفضلوا الأشخاص البيض عن الأشخاص ذوي البشرة السمراء، وده يتأكد من خلال مشاركة كيم في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية، وكان هو ده سبب الانفصال اللي حصل ما بينهم بعد قصة الحب الكبيرة اللي عاشوها. وبكده هيكون أوديل بيكهام جونيور الزوج الرابع لكيم كارداشيان لو حصل ارتباط ما بينهم، وهي هتكون الزوجة التانية ليه بعد ما انفصل عن حبيبته السابقة بعد سنة تقريبا من إنجابهم طفل في 2022.